معكم على نص الموقع عرفنيكم. فالنهارده هنتكلم عن تسريع تحميل ملفات تورنت عن طريق برنامج يوتورنت. الموضوع بيتكلم عن تغيير بعض الاعدادات في برنامج يوتورنت هتكون مسؤول عن سحب سرعه الانترنت بالكامل لتحميل الملف. تمام، دلوقتي هنبدا نفتح برنامج يوتورنت. لو برنامج مش موجود عندك على الجهاز تقدر تحمله من الموضوع المخصص لفيديو النهارده على الموقع، هتلاقي رابط التحميل موجود فيه. دلوقتي بعد ما نثبت البرنامج او بعد ما نفتح البرنامج هنبدا نضغط هنا على الاوبشن، نضغط على بيرفورمانس او نضغط من الكيبورد كنترول بي، هيفتح لنا الواجهه دي. دلوقتي هنحتاج نغير بعض الاعدادات في البرنامج وبعدها نضغط اوكي. الاعدادات دي هتكون مسؤوله عن سحب سرعه الانترنت بالكامل لتحميل الملف. تمام، دلوقتي نبدا نخش على كونكشن، هنشيل علامه من هنا، هنبدا نكتب الرقم ده اللي هو 5 8 2 4 7. تمام، بعد كده نبدا نخش على بيت تورنت، هنشيل علامه من على اخر خيار والخيار اللي بعده كمان. تمام، بعد كده هنخش على الخيار دوت، هنا في عدد التحميل هنخليه 1 عشان نستفيد بسرعه التحميل بالكامل، اللي هو هنا بيبقى نختار كم عدد ملفات يتحمل في الوقت الواحد، فاحنا بنختار ملف واحد عشان ياخد السرعه بالكامل وينزل في وقت اقصر. تمام، وبعد كده نضغط اوكي. وتقدر تستخدم برنامج يوتورنت لتحميل ملفات التورنت بكل بساطه، وهتلاقي السرعه معاك اتغيرت فعلا. تمام، ده كان موضوع النهارده. رابك نصار فكره، كان معاكم نصار موقع عرفني.com.